ايه رأي حضرتك في زيادة سعر تذكرة الاتوبيس النقل العام؟ هتبقى زيادة نسبية، بس الفكرة مش في النص او الجنيه، هي لو هتثبت على كده اوكي الناس بتأقلم نفسها، اما هي ممكن بعد اسبوع تزيد زي المترو، يعني الاسعار ما فيش حاجة محددة ليها، يعني ممكن كل يوم في اسعار، كل يوم اسعار، كل يوم سعر جديد، يعني مثلا لو تثبت على 2 جنيه ماشي، 3 جنيه اوكي، اما الاسعار فلتت من الحكومة بطريقة رهيبة. غلط، اي زيادة مهما كان، سواء مواصلات، سواء مواد تموينية، سواء الغذاء، سواء اي حاجة، دلوقتي تكلفة على المواطن، المواطن بيجيب منين؟ إذا كان بياخد معاش محدود، إذا كان بياخد مرتب محدود، مفيش شيء بترفع في حاجة، ارفع في المرتبات، ارفع في المعاشات عشان يقدر الإنسان يعيش، لكن من غير كده لا. يعني دي المسألة كلها مسألة سياسة الدولة، هل الدولة هتدعم المواطنين بتوعها ولا هي عايزة إن المواطنين بتوعها اللي هم بيدفعوا ضرائب لها يتحملوا نتيجة أخطائها هي وكل اللي بتعمله خلاص. كل التصرفات خطأ أصلاً، من أول إغراق الجنيه لغاية كل اللي بيحصل ده كله غلط. ده مصيبة، ده كارثة، ده دلوقتي خايف يصحى يلاقي المية اللي بيشربها نازلة من حنفية غالية. ده أنا نازل ب2 جنيه النهاردة عشان عارف إن التذكرة بجنيه، ونازل رايح بس اشتري حاجات وراجع لقيت تذكرة بجنيه ونص. عمال وكل الاتوبيس كانوا بيتكلموا وبيزعقوا حاجة، كل خميس نصحى نلاقي حاجة زادت أكتر، حاجة ده مش عارف هنعمل إيه، يموتونا أحسن ولا إحنا كده بيموتونا بالبطيء ولا طبعا هي دي ممكن تأثر مع بعض الناس الفقراء، لأن في بعض الناس الفقراء مثلا بتستنى الأتوبيس مثلا أبو جنيه ده، لأن هي ربما يكون الجنيه ده مثلا هو كل ما يمتلكه، وبالتالي يعني أنا متهيألي في حاجات أساسية في مشروعات خدمية المفروض تقدم لصالح المواطن، مش شرط إن أنا أكسب منها، يعني حتى كل دول العالم إن أقدم يعني حاجة خدمية بمعنى صح لصالح المواطن، مش شرط إن أنا يبقى الربح تجاري أو أكسب منها، ممكن أخسر منها بس إيه، ممكن أجيبها من ناحية تانية، ممكن ميزانية الدولة مثلا ممكن أعوض النقل العام، ممكن أعوضه مثلا بدعم معين، لكن مش على حساب المواطن البسيط. هي نص جنيه مثلا معلش هي مش مؤثرة بشكل كبير جدا، لكن لدى بعض القطاعات أحيانا النص جنيه ده يفرق جامد. هو هي حاجه ضروريه، هو كمان نص جنيه مش حاجه دي، بس طالما هو هيفيد البلد ويحس ان احنا مثلا يقلل عجز الميزانيه عندنا ده شيء كويس مش حاجه وحشه. طبعا غاليه، ما كنتش كده اصلا خالص. طب حضرتك اتفاجئتي بالموضوع ده ولا عرفتيه ازاي؟ طبعا اكيد اتفاجئت بيه، اتفاجئت لانها اصلا كانت بربع جنيه، دلوقتي بقت بنص، بقت دلوقتي انت عارفه التذكره دلوقتي بقت بكام؟ بقت ب2 جنيه ونص. طب افرضي واحده غلبانه ما معهاش انها تدفع تذكره النقل العام، النقل العام ده المفروض ان هم عاملينه للناس اللي هي مش قادره تدفع المواصلات والتوكسه والحاجات دي، هتركب هتدفع 2 جنيه ونص، افرضي ما معهاش هتعمل ايه؟